الرحمن الرحيم. اليوم رح نحكي عن شيت 37 وهو آخر شيت في مادة بايوكيم 2، وإن شاء الله تركزوا معي ويكون كل إشي تمام. تمام، هلأ رح نحكي عن الديوكسي رايبو نيوكليوتايد سينثيسيس. هلأ إحنا حكينا عن السينثيسيس للرايبو نيوكليوتايد يلي هم أصلا بفوتوا في تكوين الRNA. هلأ رح نحكي عن الديوكسي رايبو نيوكليوتايد يلي أصلا هم كومبوننتس للDNA. تمام، إنهم كيف رح يتصنعوا هدول؟ هلأ بحكي لي هم بيتصنعوا عن طريق إنزيم اسمه رايبو نيوكليوتايد ريدكتيز. تمام، هلا هذا الانزيم بيشتغل على سبستريت اسمه رايبو نيوكليوسايد دايفوسفيت، هياته هذا الرايبو نيوكليوسايد دايفوسفيت يلي هو اصلا من مكونات الار ان اي. تمام، ليش؟ لانه بيحتوي على او اتش جروب على الكربون رقم 2، فبالتالي هو رايبوز مش منزوع الاكسجين. تمام، هلا بيحكي لي هو بيشتغل على نفس ما حكينا اللي هو الرايبو نيوكليوسايد دايفوسفيت اللي هم ممكن انهم يكونوا الجوانين دايفوسفيت او الادينين دايفوسفيت او السيتوسين او اليوراسيل دايفوسفيت. تمام، يلي هم اصلا من مكونات الار ان اي ويلي لازم انه عشان اخليهم من مكونات الدي ان اي اخليهم بس منزوع الاكسجين على الكربون رقم 2، فهذا الانزيم بكون اللي هم بيستهدف هدول اللي هم الجوانين والادينين والسيتوسين واليوراسيل دايفوسفيت. تمام، بينما الثيامين احنا بنعرف انه هو موجود اصلا في الدي ان اي، فهو اصلا اوريدي بكون في حاله الدي اوكسي يعني بكون منزوع الاكسجين، فبالتالي ما بكون سبستريت لهذا الانزيم. تمام، وبصير هذا تصنيع الثيامين بطريقة مختلفة عنهم. هلا بحكي لي الانزيم في عنده 2 ثيول جروب او 2 سيلف هيدريل جروب. تمام، بيستخدمهم عشان يعمل ريدكشن للاكسجين على الكربون رقم 2 للسبستريت اللي هو الرايبو نيوكليوسايد دايفوسفيت. تمام، وبيعطيني اللي هو دي اوكسي رايبو نيوكليوسايد دايفوسفيت، هياته بيحتوي على 2 سيلف هيدريل جروب اللي هو الرايبو نيوكليوتايد ريدكتيز، وبيعمل ريدكشن ل اللي هو الاو اتش جروب وبيطلع على شكل مي طبعا اللي هم التو اتش جروب مع الاو بتطلع على شكل H2O، وبتضل اللي هن الاتش اللي هي هون على الكربون رقم 2 وبتطلع اللي هي الاكسجين، فبصير عندي الناتج دي اوكسي رايبو نيوكليوسايد دايفوسفيت. هلا بحكي لي انه السلف هيدريل جروب الموجوده في الانزيم من وين بياخذ هالانزيم؟ بياخذها من بروتين اسمه ثيوريدوكسين عن طريق اللي هو الريدكشن رياكشن، هياته عن طريق الريدكشن رياكشن بتحول ل 2 ثيول جروب بياخذهم الانزيم. تمام، هلا بحكي لي بحكي لي هذا الثيوريدوكسين بصير له اوكسيدايز في البروسيس لانه نفس ما كان هو بيفقد ال2 اتش وبيعطيهم للانزيم وبيتحول للي هو الاوكسيديشن فورم او الاوكسيدايز فورم. تمام، بحكي لي عشان هيك الاتش جروب من ايثيول بتروح من الثيوريدوكسين وبتروح للرايبونيوكليوتايد ريدكتيز اللي هو الانزيم، وبعدين للرايبونيوكليوسايد دايفوسفيت للسبستريت يعني، وبتعملها اللي هي ريدكشن للي هو الديوكسي رايبو اللي هي نيوكليوسايد دايفوسفيت. تمام، تمام، وبتخليها اذا في حاله الديوكسي. تمام، هلا بحكي لي بالنسبه للثيوريدوكسين بصير له ريديوس عن طريق انزيم اسمه ثيوريدوكسين ريدكتيز، بيستخدم ال NADPH كسورس اوف الكترونز، هياته ال NADPH هو اللي بيعطي الاتش وبرجعهم لحاله الريديوست فورم من الاوكسيدايز للريديوست فورم. هلا احنا حكينا انه لما المركب يكسب H يعني إيش صار له؟ صار له reduction. لما المركب يفقد H يعني صار له اللي هو oxidized. نفس الشيء هنا مثلا هذا المركب ليش حكينا عنه انه صار له reduced اللي هو ribonucleoside diphosphate؟ لانه فقد اكسجين، ما انه فقد اكسجين فصار له reduction. تمام، خلينا نرجع انه ال NADPH هو source of electrons وال source of H اللي هم ال H اللي هم الهيدروجينز عشان يحولها لل reduced form. تمام، فبالتالي نعتبر ال NADPH هو، فعشان هيك بحكي لي ال NADPH يعتبر المانح الأساسي أو النهائي للإلكترونات في هذا التفاعل. إذا من وين بتجي الإلكترونات بشكل أساسي؟ من ال NADPH، وهي اللي بتعطيها للثيوريدوكسين، وهي اللي بتعطيها للرايبونيوكليوتايد ريدكتيز، وهي اللي بيعطيها للسبستريت اللي هو رايبونيوكليوسايد دايفوسفيت وبحولها لديوكسي رايبو نيوكليوتايد دايفوسفيت نيوكليوسايد دايفوسفيت. تمام، هلا بحكي لي هذا الإنزيم اللي هو اسمه رايبونيوكليوتايد ريدكتيز بحكي لي بصير له
انهبيتد عن طريق الديوكسي ادينوسين ترايفوسفيت، وبصير له اكتيفيت عن طريق الاي تي بي اللي هو الادينوسين ترايفوسفيت. هو إشي منطقي اصلا، ليش؟ لانه الديوكسي اي تي بي هو اصلا من الاند برودكت، والاند برودكت دائما بيعمل انهبيشن لهذا الانزيم اللي هو ريبونوكليوتايد ريدكتيز، تمام، واللي بيعمل له اكتيفيشن اللي هو الاي تي بي يلي اصلا يعتبر اللي هو من مكونات الار ان اي ويلي هو ريبونوكليوسايد ديفوسفيت، تمام. فإشي منطقي برضو يعمل له اكتيفيشن. تمام. هلا رح نحكي عن الريجوليشن للرايبو نيوكليوتايد ريدكتيز. تمام. هلا بحكي لي انه الانزيم اللي هو الرايبو نيوكليوتايد ريدكتيز اللي هو مكون من 2 سب يونت، تمام، اللي هم بي 1 وبي 2. هاي بي 1 هاي بي 2 اللي هم 2 سب يونت، هذا الانزيم مكون منه. تمام. هلا احنا حكينا انه الانزيم بيشتغل على 4 ديفرنت سبستريت يلي هم الجي دي بي والاي دي بي والسي دي بي واليو دي بي، تمام. هلا كيف هلا ايش اللي راح يحدد ايش السبستريت يلي راح يشتغل عليه هذا الانزيم؟ هو حاجه الخليه، تمام. هلا وكيف راح نحدد انها حاجه الخليه؟ يعني لشو بتحتاج؟ يعني اي سبستريت يفوت ويشتغل عليه الانزيم يلي هم الاذر برودكتس اللي هم يعني النواتج الثانيين. طب شو هم النواتج الثانيين؟ هلا بحكي لي على السبستريت سبيسيفيتي سايت، هياته هذا، هي هذا تكوين الانزيم، تمام. بيحتوي في بي 1 على اللي هم على هدول السايتس اللي هم عندي السبستريت سبستريت سبيسيفيتي سايت يلي هي اللي بترتبط فيها السبستريت، وبتحتوي على اللي هن الاكتيفيتي سايت اللي هي اصلا اللي فيها الاي تي بي والدي ديوكسي اي تي بي يلي بيشتغل عليهم بيحدد الاكتيفيتي للانزيم، بحيث الاي تي بي بيعمل اكتيفيشن لهذا الانزيم والديوكسي اي تي بي بيعمل انهبيشن لهذا الانزيم، تمام. بينما هذا السبستريت سبيسيفيتي سايت هذا اللي رح نحكي عنه كتير مهم. هلا بحكي لي الاندرلايند نيوكليوتايد اللي هم الاي تي بي والديوكسي اي تي بي والديوكسي تي تي بي والديوكسي جي تي بي راح يرتبطوا بهاد السبستريت سبيسيفيتي سايت، وعن طريق البايندينج هم اللي راح يقرروا السبيسيفيتي يلي هي ال يعني هيقرروا اي سبستريت يروح يرتبط معه يلي هو السبيسيفيتي الخصوصيه لكل اللي هي سبستريت في الانزيم، تمام. هلا بحكي لي السبستريت يعني على ايش السبستريت لازم عفوا على ايش الانزيم لازم يشتغل على اي سبستريت، تمام. هلا بحكي لي كل نيوكليوتايد اللي هم هدول اللي هم بكون سبيسيفيك للي هم بارتيكولار دايفوسفيت اللي احنا حكينا عنهم اللي هم السبستريت نفسهم، بكون كل واحد مختص بسبستريت معين. فلما يرتبط مثلا واحد منهم راح يحكي لهذا الانزيم انه روح ارتبط بسبستريت معين، هيك هاي هي كل القصة، تمام. لكن احنا اصلا ما بنركز على انه ايش كل واحد بكون سبيسيفيك لشو، يعني ما بحكي لي مثلا الاي تي بي هو سبيسيفيك مثلا لل جي دي بي مثلا او هيك شيء، ما إنا دخل فيه، بس أهم إشي تعرفوا الفكرة، تمام. وحكينا عن الأكتيفيتي سايت اللي هو نفس الريجوليتوري سايت يلي هو أصلاً للأي تي بي والديوكسي أي تي بي يلي بيرتبط فيهم وبيحدد لي الأكتيفيتي للإنزيم، تمام. إحنا حكينا إنه مصدر البيورين بيسز اللي هي دي نوفو سينثيسز اللي هي من جديد واللي بتحتاج كتير طاقة وكتير إنزيمات اللي إحنا حكينا عنهم، والسلافاج باتوي اللي هي الري سينثيسز اللي هن البيورين بيسز، وبحكي لي كمان الدايتري سورسز، تمام. هلا بحكي لي عن الدايجيشن للدايتري نيوكليك أسيد، يعني نيوكليك أسيد اللي باخدها من الغذاء. هلا بحكي لي بالنسبة للدايتري سورس اللي هو المصدر الغذائي هو فقير جدا بالبيورينز، وهلا رح نحكي ليش، تمام. هلا بحكي لي احنا في طعامنا في عنا دي ان اي وار ان اي، تمام، يلي بصير لهم ديجريديشن عن طريق البنكرياتيك انزيمز بس يفوتوا على جسمنا. هلا بحكي لي ورح يعطيني من هذا الديجريديشن الاوليغو نيوكليوتايدز نفس ما هو موضح هون، هياتهم فاتوا الدي ان اي والار ان اي وبعدين صار لهم ديناتوريتد نيوكليك اسيد عن طريق النيوكليازز عفوا اعطاني الاوليغو نيوكليوتايدز، تمام. هلا بحكي لي تمام هلا بحكي لي الفوسفو دايستريز انزيم بيجي بيشيل الاوليغو وبيحوله لمونو نيوكليوتايدز، هياته فوسفودايستريز اجى على الاوليغو نيوكليوتايدز وحوله لمونو نيوكليوتايدز، تمام. هلا بحكي لي بعدين بيجي النيوكليوتايدز
بشيل الفوسفيت جروب من المونو وبيعطيني النيوكليوسايد. هياته اجا هاي المونونيوكليوتايدز اجا النيوكليوتايدز وشال شال الانورجانيك فوسفيت واعطاني النيوكليوسايد اللي هو مين النيوكليوتايدز انزيم. تمام. هلا النيوكليوتايد تمام. هلا نتج عندي النيوكليوسايد. اوكي هلا بعدين بينشال عندي الدي اوكسي شوغر من النيوكليوسايد عن طريق انزيم اسمه نيوكليوسايدز وبيعطيني اللي هم البريمدين والبيورين. هياته هاي النيوكليوسايد عن طريق النيوكليوسايدز شال الدي اوكسي رايبوز اللي هو في حالة الدي ان اي والرايبوز شوغر في حالة الار ان اي واعطاني البريمدين والبيورين. تمام. هلا بحكي لي بالنسبه للبيريميدين والرايبوز بصير لهم ابسوربشن لكن البيورينز لما يفوتوا على الميوكوزا سيل بصير لهم ديجريديشن لليوريك اسيد. عشان هيك احنا بناخذ اللي هن ليتر اماونت من البيورينز من الطعام. فعشان هيك هي بور اللي هي من البيورينز في الفود. تمام. هلا بحكي لي بعدين بصير لها متابولايز لليوريك اسيد اللي هي البيورين. هي نفس ما هو موضح البيريميدين والرايبوز بصير لهم ابسوربشن. تمام. بينما البيورينز بيتحول ليوريك اسيد في الميوكوزا سيل وبيتحول وبيطلع بعدين في اليورين. تمام. هلا بحكي لي الناس يلي عندهم مستويات عالية من اليوريك أسيد لازم انهم يأكلوا كميات قليلة من الطعام الغني في النيوكليوتايدز. ليش؟ لأنه أصلا هو بينتج اليوريك أسيد لأنه نفس ما حكينا بيتحول البيورين ليوريك أسيد. بحكي لي هذا الطعام بكون مثل الأورجان ميت مثل اللحمة ومثل اللي هم أنواع الأسماك. تمام. هلا رح نحكي عن الديجريديشن للبيورين بيسز. البيورين اللي هم حكينا اللي هم الادينين والجوانين مونوفوسفيت. تمام. هلا كيف بصير الديجريديشن؟ الادينين مثلا بصير له بالدي امينيز بينشال منه الان اتش 4 اللي هو الامونيا. تمام. وبصير بتحول عندي للانوسين مونوفوسفيت. تمام. هلا الانوسين مونوفوسفيت عن طريق ال 5 برايم النيوكليوتايدز اللي هو بيطلع الفوسفيت جروب وبيضل عندي اللي هو الانوسين. وهنا بالنسبه للجوانين مونوفوسفيت عن طريق ال 5 نيوكليوتايدز برضه بيطلع منه الفوسفيت وبيضل عندي اللي هو الجوانوزين. تمام. تمام. هلا بحكي لي الانوسين والجوانوزين عن طريق النيوكليوسايد فوسفوريليز لانهم هم اصلا النيوكليوسايدز. تمام. هلا هذا الانزيم النيوكليوسايد فوسفوريليز بيشتغل مثل الجلايكوجين فوسفوريليز بيشيل الرايبوز. هياته بيشيل الرايبوز على شكل رايبوز 1 فوسفيت. هياته طلع عندي رايبوز 1 فوسفيت وبيعطيني اللي هو من الفري بيزز اللي بيضلوا عندي من الانوسين بيعطيني اللي هو الهايبوزانثين ومن الجوانوسين بيعطيني الجوانين اكيد وبيطلع اللي هم الرايبوز على شكل رايبوز 1 فوسفيت. هلا بحكي لي بعدين الرايبوز 1 فوسفيت عن طريق الايباميريز بيتحول للرايبوز 5 فوسفيت. تمام. هلا صار في عندي الهايبوزانثين وصار في عندي الجوانين. اوكي. هلا عن طريق الانزيم اللي اسمه زانثين اوكسيديز تمام بيتحول الهايبوزانثين للزانثين ونفس الانزيم بيحول الزانثين لليوريك اسيد اللي رح يطلع عن طريق اليورين. تمام. هلا بحكي لي بالنسبه للزانثين اوكسيديز الانزيم بده ميتال ايون اللي هو المولي بدينام. تمام. هلا بحكي لي هلا بحكي لي بالنسبه لليوريك اسيد هو الناتج النهائي في الانسان يلي بصير له اكسكريتد برات الجسم عن طريق اليورين. هلا بحكي لي لاحظوا انه احنا ما حطمنا البيورين رينج ضلت البيورين رينج طول الوقت معنا ما صار لها رابتشر مش مثل البيريميدين يلي رح نحكي عنه كمان شوي. بحكي لي بالنسبه للزانثين اوكسيديز بيعمل اوكسيديشن للهايبوزانثين للزانثين وبعدين بيعمل اوكسيديشن للزانثين لليوريك اسيد نفس ما حكينا سابقا. هلا رح نحكي عن الديس اوردرز البيورين ديجريديشن باتوي. هلا هون نفس ما انتم بتلاحظوا احنا حكينا انه الاي ام بي بيتكسر وبيتحول لانوسين عن طريق اللي هم
اللي هي الاي ام بي دي امينيز اللي هي بيعطيني الاي ام بي، وبعدين عن طريق ال 5 برايم نيوكليوتيدز اللي هو بتنشال الفوسفات منه وبيعطيني الانوسين، اللي هي هاي الطريقه اللي احنا بعرفها. تمام، هلا في طريقه تانية برضو الاي ام بي بيتحول فيها لانوسين. اول شيء الفوسفات اللي هي بتنشال منه عن طريق النيوكليوتيدز وبيعطيني الادينوسين نفس ما هو مبين هنا في الشكل. تمام، وبعدين اللي هو الادينوسين دي امينيز بيعطيني الانوسين، هياتوا الادينوسين دي امينيز بشيل الامونيا جروب وبيعطيني اللي هو الانوسين. تمام، فعشان هيك الانوسين بتيجي من تنين، من الاي ام بي او بتيجي من او من الاي ام بي يلي هو عن طريق هذا الباثوي. تمام، هلا رح نحكي عن اللي هي الهايبر يوريسيميا. هلا هذا البوكس اللي انا حكيت لكم عنها والمعلومات خليها كويس ببالكم لانه رح نرجع لها عن طريق اللي هو ديفكت رح يصير في انزيم معين في هذا الباثوي. تمام، هلا رح نحكي عن مرض ثاني اللي هو الهايبر يوريسيميا. شو هو؟ هو عباره عن ارتفاع مستوى اليوريك اسيد، فبصير اكثر من 6-7% ملي جرام جوات الجسم. وهنا بهاي الحاله لازم انه يتعالج. هلا بحكي لي بيحدث هذا المرض نتيجة إما اللي هي الأندر إكسكريشن، يعني بكون اللي هو الإخراج لليوريك أسيد برات الجسم كتير أقل من النسبة المطلوبة. تمام، هو الأكثر شيوعا. أو بحكي لي اللي هي نتيجة الأوفر برودكشن. شو يعني الأوفر برودكشن؟ إحنا حكينا إنه الجسم بيقدر يصنع النيوكليوتيدز. تمام، بما إنه بيقدر يصنع النيوكليوتيدز فبالتالي لما يكون في عندي هذا المرض اللي هو الأوفر برودكشن رح يصنع كميات كتير أكبر من اللي بيحتاجه الجسم، فبالتالي رح يصير في عندي مور نيوكليوتايدز، فبصير في عندي مور بيورين بيسز، فبالتالي مور يوريك اسيد رح يصير في عندي هو هذا المرض اللي هو هايبر يوريسيميا. تمام، هلا بحكي لي لما اليوريك اسيد يتجمع في الجسم بحكي لي رح يترسب على شكل يوريت كريستلز في المفاصل وفي الكيدنيز في الكلى. تمام، هلا بحكي لي وهذا رح يؤدي لانفلاميشن. تمام، هلا بحكي لي هدول الحالات انا بحكي عنهم اللي هو الجوات ديزيز. هلا بحكي لي مش كل الهايبر يوريسيميا كيسز راح تؤدي لجوات ديزيز، لكن بحكي لي عشان اللي هو يصير في عندي جوات ديزيز احنا لازم انه الهايبر يوريسيميا يصير في عندي ومع اللي هم بعض الفاكتورز يكونوا موجودين. هلا بحكي لي مثلا البرايمري جوات، يعني الجوات اللي بكون مرحله الاولى، بحكي لي بينتج نتيجه الاوفر برودكشن لليوريك اسيد يلي هو نتيجه بعض الانزيمز بصير مور اكتف فبالتالي في الباثوي، فبالتالي رح يعطيني اللي هو مور نيوكليوتايد فبالتالي هيعطيني مور يوريك اسيد. تمام، او اللي هو بكون في عندي اندر اكسكريشن نفس ما حكينا سابقا انه هو ما بيطلع اصلا برات الجسم الكميه الكافيه من اليوريك اسيد. تمام، هلا رح نحكي عن السكندري جوات. تمام، السكندري جاوت بحكي لي هذا بينتج نتيجة الكانسر اللي هي نتيجة مرض يعني بشكل عام مثل الكانسر اللي هو السرطان. هلا بحكي لي مش مرضى السرطان بيتعالجوا بالعلاج الكيميائي. تمام، بحكي لي بالنسبة للكيموثيرابي اللي هو بيدمر لي الخلايا، وبحكي لي اللي هو تكسير الخلايا أو تدميرها بينتج عندي مور نيوكليوتايدز. تمام، والميتابوليزم للبيورين نيوكليوتايدز رح يعطيني أكتر يوريك أسيد. فعشان هيك الكانسر بيشنتس اللي هم بياخذوا سبلمنتس اوف دراج، يعني بياخذوا دواء بيقلل من مستوى اليوريك اسيد عندهم في جسمهم. تمام، هلا رح نحكي عن الزايلوريك اسيد. بحكي لي عنه انه هو very effective drug، يعني دواء كتير فعال بيحتوي على الالوبيورينول. هو هذا الاسم العلمي له. تمام، هلا بحكي لي used to treat goat patients، يعني الناس اللي عندهم هذا المرض عن طريق يعمل inhibition للإنزيم اللي هو زانثين أوكسيديز. تمام، فعشان هيك اليوريك أسيد ليفل راح تقل لأنه ما راح ينتج عندي أصلا اليوريك أسيد. فالإند برودكت راح يكون من الأي أم بي هو الهايبوزانثين، والإند برودكت لا الجي أم بي راح يكون الزانثين. بحكي لي هدول التو ليفلز راح يكونوا كتير مرتفعين في الجسم. ماشي، ليش؟ لأنهم هم راح يوقف عندهم بس الساينثيسيس، عفوا راح يوقف عندهم بس الديجريديشن لا الاي ام بي والجي ام
بي، فراح يكون مستوياتهم كتير عالية في الجسم، بس هم مور سوليوبل مقارنة في اليوريك أسيد، فإشي كتير أحسن. وهي على الرسمة عشان توضح أكتر، هي الألو بيورينول بيعمل اللي هو إنهيبيشن لهذا الإنزيم اللي هو الزانثين أوكسيديز، فبالتالي الـ AMP راح توقف عند الهايبوزانثين تصنيعها، هي توقفت عند هايبوزانثين، والـ GMP راح توقف عند الزانثين تصنيعها، تمام. فما راح ينتج عندي أصلا يوريك أسيد، فبالتالي هو كتير أحسن لهم إن توقف عند الهايبوزانثين والزانثين، لأنهم هم more soluble than اليوريك أسيد in the body، تمام. هلا رح نحكي عن الأدينوسين دي أماينيز ديفيشنسي. هلا هذا إذا بتتذكروا إحنا هنا في البوكس حكيت لكم ما تنسوا إنه الروت الثاني اللي هو لتحول الـ AMP للإنوسين، يلي هو عن طريق الأدينوسين يلي رح يتحول لإنوسين عن طريق اللي هي الأدينوسين دي أمينيز. هلا إذا صار بالأدينوسين دي أمينيز ديفيشنسي اللي هو نقص، رح يكون كتير خطير هذا الإشي. ليش؟ لأنه رح يؤدي إنه يتجمع الأدينوسين خصوصا في الإميون سيل اللي هي الخلايا المناعية، تمام. هلا بحكي لي بالنسبة للأدينوسين بيزيد إنتاج اللي هو ديوكسي اي تي بي، تمام. هلا بحكي لي هذا بكون باورفول انهيبيتور للرايبونيوكليوتايد، يعني الديوكسي اي تي بي بكون مطبط قوي للرايبونيوكليوتايد ريدكتيز، هذا الإنزيم اللي احنا حكينا عنه أول شيء. هياته هذا الرايبونيوكليوتايد ريدكتيز اللي بيحول الرايبونيوكليوسايد ديفوسفيت لديوكسي رايبونيوكليوسايد ديفوسفيت، وبصير له انهيبيشن بارتفاع الديوكسي اي تي بي، فعشان هيك ما رح يصير اصلا عندي تحول لا ديوكسي رايبونيوكليوتايد ديفوسفيت، فعشان هيك السبستريت لتصنيع الدي ان اي رح يكون اقل، فرح يعمل تثبيط للدي ان اي سينثيسيس، فبالتالي رح نعمل تثبيط للمالتيبليكيشن اللي هو التضاعف للخلايا، فعشان هيك التي سيل والبي سيل رح يصير لهم تثبيط، ليش؟ لانهم ما رح يتضاعفوا، فبالتالي رح يصير لهم تثبيط، لانه نفس ما حكينا انه هدول اللي هي الاكوميليشن لا الادينوسين بصير في الاميون سيلز، تمام. هلا بحكي لي فالبيشنت اللي هو المريض رح يعاني من سيفير اللي هو اميون ديفيشنسي، يعني اللي هو نقص مناعي حاد، فبالتالي الاميونيتي تاعها رح يصير لها تثبيط بشكل كتير سيء، تمام. هلا بحكي لي لانه الرضع يلي بينولدوا بهذا المرض بموتوا باكرا، بحكي لي هم لازم انهم ينوضعوا بخداج بعيد عن الانفكشنز عشان يعيشوا، تمام. فالمانجمنت لهذا المرض بكون عن طريق الجين ثيرابي، يعني العلاج الجيني، تمام. هلا رح نحكي عن سورسز للانديفيدوال اتومز ان ذا بيريميدين رينج، تمام. هلا هدول جايين من الاسبارتيك اسيد، هنا السي اتوم جاي من السي او 2، وهنا النيتروجين جاي من الامايد اللي هي امايد نيتروجين تاعت الجلوتامين، تمام. هلا رح نحكي عن الدينوفو بيراميدين سينثيسيس اللي هي من جديد يعني تصنيع البيراميدين، تمام. هلا بحكي لي اتذكروا انه احنا حكينا عن الكربامول فوسفيت سينثيتيز 1 في اليوريا سايكل، يلي هو اصلا بيعمل اللي هو كاتاليزيس للفيرست ستيب ان ذا يوريا سايكل، يلي هو اصلا بيربط الفري امونيا يلي اصلا ما بتكون ماخوذه من الجلوتامين مع السي او 2 وبدها 2 اي تي بي عشان تكون لي الكربامول فوسفيت، تمام. وبصير لها اكتيفيتد هاي الخطوه عن طريق اللي هي الان اسيتيل جلوتاميت، بيعمل الاكتيفيشن للكربامول فوسفيت سينثيتيز 1، تمام. هلا بحكي لي بينما هنا الكربامول فوسفيت سينثيتيز 2 بيربط الامونيا يلي جاي من الجلوتامين، يعني ما بتكون فري هون بتكون جاي من الجلوتامين، تمام. بيربطها مع مين؟ مع السي او 2، وبدها 2 اي تي بي برضه عشان تكون لي الكربامول فوسفيت، وهي بتصير في السيتوسول، تمام تمام. وهي اول خطوه اللي هي 2 اي تي بي والسي او 2 والجلوتامين اللي هي بناخذ منه الامين جروب، تمام، عن طريق الكربامول فوسفيت سينثيتيز 2 بيعطيني الكربامول فوسفيت، وهي بتصير العمليه في السيتوسول. هلا عم بحكي لي انه الكربامول فوسفيت سينثيتيز 2 بصير له ريجوليشن في الماميليان سيل، يعني في خلايا الثدييات. هلا بحكي لي بصير له انهبيشن عن طريق البيريميدين نيوكليوتايد يلي هو اليو تي بي، لانه اول بيريميدين نيوكليوتايد بينتج عندي اللي هو اليو ام بي، هياته لاحظوا انه اول بيريميدين نيوكليوتايد نتج عندي اللي هو شو اليو ام بي، تمام. هلا عم بحكي لي عندي اول ثلاثه انزيمز بكون الكربامول فوسفيت سينثيتيز 2، وبكون الاسبارتيت ترانس كاربامايليز، تمام، وبكون في عندي اللي هي ديهايدرو اوروتيز، تمام، يلي هم دومين في 1 بروتين، هياتهم
الثلاثة كربامون فوسفات سينثيتيز والأسبارتات ترانس كربامويليز وديهايدرو أوروتيز. تمام، كلياتهم بيكونوا موجودين في بروتين واحد. هلا بحكي لي هون الكربامون فوسفات بيروح بيرتبط في الأسبارتات عن طريق الأسبارتات ترانس كربامويليز، اللي هو مش مثل اليوريا سايكل لما كان الكربامون فوسفات يرتبط في الأورناثين. هياتوا نفس ما أنتم ملاحظين اللي هو الكربامون فوسفات راح يرتبط في الأسبارتات عن طريق الأسبارتات ترانس كربامويليز، وكون عندي اللي هو كربامول أسبارتات. تمام، هلا عم بحكي لي مش مثل الماميليان سيلز، الماميليان سيلز بيكون الريجوليتوري انزيم إله اللي هو الكربامول فوسفات سينثيتيز 2 اللي حكينا هياته بصير له ريجوليشن عن طريق اليو تي بي. تمام، وبحكي لي بينما في البروكاريوت يعني الخلايا البدائيه بحكي لي الاي تي سي اللي هو بيكون اسبارتيت ترانس كربامويليز هو اللي بيكون ريجوليتوري انزيم فيها. هياتهم اصلا هو موجود هون، هذا في البروكاريوتس بصير له ريجوليشن وهذا في الماميليان. هياتهم نفس ما هم كاتبين هون انه بالماميليان الكربامول سينثيتيز بصير له 2 بصير له انهبيشن عن طريق اللي هي اليو تي بي واكتيفيشن بالاي تي بي والبي ار بي بي، بينما في البروكاريوتس بصير اللي هي الاسبارتيت ترانس كربامويليز انهبيشن عن طريق اللي هي السي تي بي وهي بتكون الريجوليتد ستيب في البروكاريوت. تمام، احكي لي لما نوصل عند الكربامويل اسبارتيت كل الكومبوننتس بيكونوا للبيرميدين رينج بيكونوا مربوطين ببعض. بحكي لي بس انه الرينج بصير لها كلوزد بعدين وبتشكل لي اللي هي ديهايدرو اوروريت. هياتها هاي بتكون بالكربامويل اسبارتيت اللي هي كلياتها كل مكونات البيريميدين بتكون موجوده، بس بالديهايدرو اوروريتيز بيكون بيعمل لي اللي هي كلوزر للرينج وبكون لي الديهايدرو اوروريت. تمام، لما بحكي لي بالنسبه للدايهايدرو اوروريت بصير له اوكسيديشن عن طريق الدايهايدرو اوروريت ديهايدروجينيز وبكون لي الاوروريت، والاوروريت هو اول بيريميدين رينج لكن ما بيستخدم في الدي ان اي. ليش؟ لانه الاوروريت راح يتحول لي ليو ام بي اللي هو اليوراسيل، واليوراسيل اصلا مش موجود في الدي ان اي. هيات هذه هايدرو اوروريت صار لها اوكسيديشن عن طريق اللي هي ديهايدرو اوروريت ديهايدروجينيز، تكون عندي الاوروريت اللي هي الفيرست رينج ان ذا بيريميدين. اوكي، the first pyrimidine ring بتفرق عن first pyrimidine لأنه dihydro orotate هي كانت ال first ring، بس ال first pyrimidine ring بعد ما يصير له dihydro orotate oxidation اللي هي ال orotate. تمام تمام، هلا عم بحكي لي انه last two enzymes اللي هم ال orotate phosphoribosyl transferase وال OMP decarboxylase بكونوا domain في one protein، يعني اللي هم هدول ال orotate phosphoribosyl transferase مع ال OMP اللي هو اختصار الأورتيدين 5 prime monophosphate decarboxylase بكونوا في one protein. تمام، اذا بتتذكروا حكينا انه في البيورين رينج synthesis كنا عم نبني بالبيورين رينج من الريبوز فوسفات، يعني انا عم بحط على الريبوز فوسفات مكونات. تمام، لكن هون في البيراميدين سينثيسيس احنا اول شيء عملنا السكس ممبر رينج يلي هي الحلقه سداسيه الاضلاع، وبعدين انا عم بضيف اللي هو الريبوز 5 فوسفات لها يلي بيتبرع فيها المين هو البي ار بي بي. تمام، وبشكل اللي هو الاورتيدين 5 برايم مونوفوسفات. خلينا نشوف على الرسمه، هياته الاوروتيت اعطاها اللي هو انتقل إلها اللي هو الرايبوز 5 فوسفيت عن طريق اللي هو البي ار بي بي، واللي هو بالإنزيم اللي اسمه الأوروتيت فوسفو رايبوزيل ترانسفيريز، فكون لي الأورتيدين 5 برايم مونوفوسفيت. هيات هالأوروتيت صارت على الرايبوز 5 فوسفيت. تمام، لا بحكي لي البيريميدين الاو ام بي مش موجود اصلا في الدي ان اي، فعشان هيك الاو ام بي ديكربوكسيليز بروح بشيل الكربوكسيليت وبكون لي اليو ام بي يلي هو اول بيريميدين تكون عندي. تمام، هياته الاورتيدين 5 برايم مونوفوسفيت عن طريق الاورتيدين 5 برايم مونوفوسفيت ديكربوكسيليز شال الكربوكسيليك جروب على شكل سي او 2 وتكون عندي اللي هو اليوريدين 5 برايم مونوفوسفيت اللي هو اليو ام بي، وهو اول بيراميدين تكون. بحكي لي في عندي مرض اسمه اوروتيك اسيدوريا بصير لما واحد من التو دومينز او التنين اللي هم بصير لهم ديفيشنت لاخر تو انزيمز، لانه حكينا احنا اخر تو انزيمز بيكونوا بنفس البروتين، والبروتين الواحد بيحتوي على تو دومين، كل دومين لانزيم معين اللي هم اخر تو انزيم. هلا بحكي لي في هذا الديس اوردر في هذا المرض الاوروتيت راح يكون اخر برودكت يعني اخر ناتج يلي راح يصير له اوكسكريتد في اليورين. هياته
هاي المرض اللي حكي لي عنه شرح لي عنه هون انه بصيب هدول الانزيمين، فبالتالي الاوروتيت رح يكون اخر اللي هو اخر برودكت ناتج عندي ورح يصير الاكسكريتد ان ذا يورين. هلا ممكن انه انا احسن من هذا المرض، اعمل له امبروفمنت للمريض اللي بها يعني مصاب بهذا المرض عن طريق انه اعطي طعام غني باليوريدين، لانه اليوريدين رح يروح ياخذ يعني رح يروح يصير له ميتابوليزم ورح يتاخذ تمام، ورح يصير له انكوربوريشن مع الشوجر والفوسفات ويكون لي اليو ام بي. يعني اليوريدين بروح بيتحد مع الشوجر ومع الفوسفات وبكون يو ام بي، فبالتالي هذا بيحسن من هذا المرض وما بيزيد الحاله سوء يعني تمام، بقلل من سوء هاي الحاله. هياته نفس ما هو هون كاتب لي تمام. هذا هو عبارة عن ملخص يعني زي مقارنة للاختلافات بين السي بي اللي هو الكربومول فوسفات سينثيتيز 1 والكربومول فوسفات سينثيتيز 2 تمام. هلا بحكي لي بالنسبة لللوكيشن اللي هو في الخلية، بال1 بكون في الميتوكوندريا بينما بال2 بكون بالسيتوسول تمام. بالنسبة للباثوي انفولفد مثلا السي بي اس 1 استخدمته في اليوريا سايكل بينما السي بي اس 2 استخدمته في البيرامدين سينثيتيز synthesis يعني في تصنيع البيريميدين تمام. هلا عم بحكي لي بالنسبه لمصدر النيتروجين يلي عم باخذها هذا الانزيم بتكون بال1 بتكون بال اللي هي من الفري امونيا نفس ما حكينا، بينما 2 بتكون بالاميد جروب يلي موجوده في الجلوتامين تمام. هلا بالنسبه للريجوليترز احنا حكينا بالسي بي اس 1 بتكون الاكتيفيتور اللي هو الان اسيتيل جلوتاميت هي بتعملها اكتيفيشن لهذا الانزيم، بينما بالسي بي اس 2 بكون الانهيبيتور اللي هو اليو تي بي بينما الاكتيفيتور بكون الاي تي بي. وإيش كتير طبيعي إنه اليو تي بي يكون إنهيبيتور، ليش؟ لأنه اليو أم بي كان هو الإند برودكت، فبالتالي كتير طبيعي إنه الإند برودكت يعمل فيدباك إنهيبيشن لهذا الإنزيم، بينما الأكتيفيتور راح يكون الأي تي بي تمام. هلا بحكي لي انه تكوين السي تي بي من اليو تي بي اللي هي سينثيز للسي تي بي فروم يو تي بي تمام. احنا حكينا سابقا انه في عندي تو كاينيزز، واحد اللي هو مونوفوسفات كاينيز واللي هو بكون سبيسيفيك، والثاني اللي بكون دايفوسفات كاينيز واللي بكون مش سبيسيفيك بكون بيشتغل على البيورينز وعلى البيرميدينز سوا. هلا بحكي لي بالنسبه لليو ام بي بروح بيتحول لليو دي بي عن طريق المونوفوسفات كاينيز، واليو دي بي بتروح تتحول لليو تي بي عن طريق اللي هي الدايفوسفات كاينيز تمام. هلا اليو تي بي نتج عنه اليو تي بي بده بس امينو جروب عشان يتحول لسي تي بي، والامينو جروب بياخذها من وين؟ من الجلوتامين، وبس بده اليو تي بي عشان يكون الرابطه بين اللي هو الامينو جروب وبين اللي هي اليو تي بي عشان يكون للسي تي بي. والانزيم اسمه السي تي بي سينثيتيز، ليش؟ لانه استخدمت الاي تي بي، وهي هاي الرسمه بتوضح لكل شيء. اليو تي بي اخذ الامينو جروب الامينو جروب من الجلوتامين، والجلوتامين يتحول لجلوتاميت، بعدين تكون عندي اللي هو السي تي بي باستخدام اللي هو الاي تي بي عن طريق اللي هو السي تي بي سينثيتيز تمام. هلا بده يحكي لي تصنيع الدي تي ام بي من الدي يو ام بي. هلا بحكي لي بالنسبه لل للتي ام بي هو مش موجود الا في الدي ان اي زي ما بنعرف، ليش؟ لانه ثريونين هاي، وثريونين مش موجود الا في الدي ان اي. هلا فبحكي لي عشان هيك احنا بس بنشوف التي ام بي على شكل الدي اوكسي تي ام بي، ليش؟ لانه موجود بس في الدي ان اي تمام، يعني ما بنشوفها تي ام بي لحالها تمام. هلا بحكي لي هذا الباثوي اللي هو تصنيع الدي اوكسي تي ام بي من الدي اوكسي يو ام بي كثير مهم طبيا، ليش؟ لانه في كثير ادويه اللي هي بتشتغل على هذا الباثوي. هلا اول شيء كيف نصنع؟ هلا اول شيء بيحكي لي في عندي يو ام بي، اليو ام بي بروح بيتحول ليو دي بي عن طريق عادي اللي هو المونوكاينيز تمام، عفوا عن طريق المونوفوسفات كاينيز انزيم يلي بيعطيني اياها اليو دي بي تمام. هلا اليو دي بي بصير له ريدكشن رياكشن عن طريق اللي هو الريدكتيز، فبصير في عندي اللي هو دي اوكسي يو دي بي تمام. هلا دي اوكسي يو دي بي على طول بروح بيتحول لدي اوكسي يو تي بي تمام، يلي راح يصير له على طول اللي هو بي الفوسفاتيز انزيم راح يتحول لدي اوكسي يو ام بي. ليش راح يتحول لدي اوكسي يو ام بي على طول بعد ما يتكون الديوكسي يو تي بي؟ لانه انا اصلا ما بدي الديوكسي يو تي بي، ليش؟ لانه احنا بنعرف ان اليو اليوريسيل بس موجود في الار ان اي مش موجود في الدي ان اي، لانه اذا ضلت في حاله الديوكسي يو تي بي راح تروح ترتبط في الدي ان اي، وانا هذا الاشي ما بدي اياه يصير، ليش؟ لانه الدي ان اي اصلا ما بيحتوي على اليوريسيل تمام.
بحكي لي الاختلاف بين اليوراسيل وبين الثيامين، بحكي لي اللي هو الميثل جروب، فعشان هيك انا بدي بس اللي هي عمليه ميثيليشن اللي هو الميثل جروب عشان يحول لي اليوراسيل لثيامين، تمام؟ يلي هو اصلا بيصير عن طريق اللي هو الانزيم اللي هو ثيميديليت سينثيز، تمام؟ هياته تحول الدي اللي هو ديوكسي يو ام بي لا ديوكسي تي ام بي. هلا عم بحكي لي هياته الاختلاف بس بين اليوراسيل وبين الثيامين يلي هو الميثيل جروب، تمام؟ هلا بحكي لي هذا الانزيم اللي هو الثيميديليت سينثيز بياخذ الميثيلين من التترا هيدروفوليت، تمام؟ هلا بحكي لي الميثيلين بياخذها بس هي مش كافيه لحالها، فبياخذ هيدروجين معها عشان يحولها لميثيل واللي هي تنضاف على اليو ام بي وتتحول للي هي تي ام بي اللي هم في حالة الدي اوكسي. بحكي لي هاي المثيلين بتتاخد من الفوليك أسيد الكوفاكتور اللي هو الان 5 الان 10 ميثيلين تترا هيدروفوليت. هذا الكوفاكتور بعد ما يتبرع بالميثيلين بصير داي هيدروفوليت، بحكي لي يلي راح يصير له ريديوسينج باك للتترا هيدروفوليت اللي هو الاكتف فورم عن طريق الداي هيدروفوليت ريدكتيز. خلينا نشوف على الرسمه، هاي اللي هو الان 5 ان 10 ميثيلين تترا هيدروفوليت بيتاخد منه الميثيلين جروب، تمام؟ بيتحول ولا داي هيدروفوليت، والداي هيدروفوليت بصير له ريديوسينج باك عن طريق اللي هي الداي هيدروفوليت ريدكتيز لل شو اسمه تترا هيدروفوليت يلي هو الاكتيف فورم، وبيرجع نفس الشيء بيقدر انه يشتغل ويحمل جروبس مثل الميثيلين والميثيل وغيرها، تمام؟ هلا بحكي لي هذا الانزيم اللي هو الثيميديت سينثيز بصير له انهيبيشن عن طريق اللي هو باورفول وايدلي يوزد انتي كانسر دراج، يعني دواء مضاد للسرطان وقوي جدا اسمه 5 فلورو يوريسيل، تمام؟ هلا هذا بالنسبه للفلورو يوريسيل بحكي لي بيتحول جوات الخليه ل 5 فلورو ديوكسي يوريسيل مونوفوسفيت، تمام؟ هلا بحكي لي بالنسبه لليوريدين ديريفاتيفز مع اللي هو الفلور اتوم اللي هو نفسه ال 5 فلورو ديوكسي يو ام بي اللي هو يعتبر اصلا من مشتقات اليوريدين مع بس فلور اتوم، تمام؟ هلا بحكي لي هو بس بيشبه الديوكسي يو ام بي لكن مع فلوراين اتوم، تمام؟ اللي بتستبدل الهيدروجين على الكربون رقم 5، تمام؟ فالفلورو يوراسيل يعتبر انالوجيو اللي هي البيريميدين اليوراسيل، تمام؟ ذن يعتبر الفلورايد يوراسيل كنظير اللي هو انالوج اللي هي البيريميدين اللي هو اليوراسيل، تمام؟ هلا هذا بحكي لي هذا الانزيم اللي هو السينثيز بروح بيرتبط بال5 فلورو ديوكسي اللي هي يو ام بي، بفكره انه هو نفس السبستريت، تمام؟ ليش؟ لانه نظرا للتشابه بين السبستريت وبين الدراج هاد، تمام؟ فبحكي لي هذا البايندينج بكون ريفرسيبل، يعني مش ممكن انه ينفك عنه مره ثانيه، وهذا بيعمل انهيبيشن للانزيم عن طريق اللي هو الطريقة اللي هي التثبيطية الانتحارية اللي هو السويسود اللي هي inhibition mechanism، تمام؟ ليش انتحارية؟ لأنه هو نفسه الإنزام بيختار هذا وبيرتبط فيه اللي هو هذا الدرج، بفكره شو اسمه مكان السبستريت نظرا للتشابه الكبير بينهم، تمام؟ هلا بحكي لي كنتيجة الديوكسي تي ام بي ما رح ينتج عندي أكيد، فعشان هيك احنا بنوقف الدي ان اي سينثيسز، وبحكي لي هذا بيدلنا انه كيف بنقدر انه نقتل التيومرز اللي هم الخلايا السرطانيه، تمام؟ او الورم السرطاني. بحكي لي لكن هذا كمان بيؤدي انه ياثر على النورمال سيلز مثل الهير سيلز والميوكوزال سيلز والبلد سيلز، ليش؟ لانه هذا الدواء بيشتغل على كل الدي ان اي، والدي ان اي موجود في كل الخلايا، فبالتالي راح ياثر على كل الخلايا مش بس الخلايا السرطانيه، فتمام هذا هو السايد افكت اللي هي الاثر الجانبي للكيموثيرابيك الدراجز اللي هم الأدوية الكيميائية العلاجية، تمام؟ هياته هذا الاس فلورو يوراسيل عفوا الفايف فلورو يوراسيل بس شو اسمه يتحول بالخلية لفايف فلورو ديوكسي يو ام بي واللي هو بيعمل انهيبيشن للثيميديليت اللي هو سينثيز، تمام؟ بحكي لي بالنسبة للداي هيدروفوليت ريدكتيز برضو بصير له انهيبيتد بانتي كانسر دراج تاني، يعني دواء مضاد للسرطان واحد تاني يلي اسمه الميثوتريكسيت، تمام؟ هذا بيأثر على البيريميدين والبيورين سينثيسس لأنهم التنين أصلا بيحتاجوا للفوليت في تصنيعهم، تمام؟ هياته الميثوتريكسيت كيف بيعمل انهيبيشن للداي هيدروفوليت ريدكتيز وبيمنع اللي هي تكون
تترا هيدروفوليت مرة تانية من الداي هيدروفوليت. عم بحكي لي في عندي بريميدين وبيورين أنالوجز، يعني في عندي هي مشابهات للبريميدين والبيورين، بيعملوا إنهيبيشن للدي إن إيه بوليماريز يلي أصلاً بيكون لي اللي هو الفيرال إنفكشن. تمام، فبحكي لي إحنا بنستخدم البريميدين أنالوج اللي هو شبيه ال البريميدين عشان يعمل إنهيبيشن لل HIV اللي هو فيروس نقص المناعة المكتسبة اللي هو الإيدز اللي بسبب لي الإيدز. تمام، والبيورين أنالوج أنا بستخدم عشان اعمل انهيبيشن للهربس اللي هو سمبلكس فيروس 1 اند 3. اذا بتعرفوا انه اللي بنحكيه اصلا في العربي الهربس يلي اصلا بياثر على الشفايف وعلى الجينيتيلا، هياتهم بياثر على اللبس وعلى الجينيتيلا، فبالتالي اللي هي العانه الجينيتيلا. تمام، فبالتالي احنا بنستخدم البيورين انالوج عشان يعمل انهيبيشن لهاي الفيروس. تمام، هلا رح احكي لي عن البريميدين سلافاج اند الديجريديشن. احنا حكينا اول ما نسمع سلافاج يعني ريسينثيسس. تمام، هلا بحكي لي بالنسبه للبريميدين رينج اللي هي بتصير لها رابتشرد يعني تمزق او تفتح، واللي هي وبصير لها ديجريديشن لا هايلي سوليوبل برودكت يعني لا اللي هن نواتج اكثر ذائبيه، مثلا البيتا الانين اللي هي بينتج من السي ام بي ومن اليو ام بي. تمام، اللي هو من اليوراسيل و والسيتوسين مونوفوسفيت. تمام، بينما في اللي هي بينتج عندي البيتا امينو ايزوبيوتيريت من التي ام بي. تمام، هلا بحكي لي اللي هو من الثيامين مونوفوسفيت. بحكي لي هدول التنين بينتجوا عندي وبيعطوني امونيا، والامونيا نفس ما بنعرف اللي هي راح تفوت على اليوريا سايكل وتعطيني اليوريا. تمام، وراح ينتج عندي كمان السي او 2 بالاضافه للامونيا. تمام، هلا بحكي لي البريميدين بيسز ممكن انها يصير لها سلافاج يعني ريسينثيسس لا عفوا ريوسج لا شو اسمها لا النيوكليوسايدز. تمام، وبعدين النيوكليوسايد راح يصير لها فوسفوريليتد للنيوكليوتايد. انتم نفسه بتعرفوا انه النيوكليوسايد شو هو، عباره عن الريبوس سكر وعن البيس. تمام، والنيوكليوتايد بيزيد عن النيوكليوسايد بس بفوسفات جروب، فعشان هيك عشان يتحول نيوكليوسايد لنيوكليوتايد بصير له فوسفوريليتد. تمام، هلا بحكي لي بالنسبه للنيوكليوسايد بس عندي الادينوسين بكون في عنده كاينيز، وهذا الكاينيز بيروح بيحول الادينوسين لادينوسين مونوفوسفات اكيد بالفوسفوريليشن لانه كاينيز. تمام، هلا بحكي لي مش مثل النيوكليوتايد، النيوكليوتيدات حكينا اللي هو بتكون من فوسفات جروب ورايبوس سكر ومن البيس. تمام، يلي في عندهم اصلا كاينيزز اللي احنا حكينا عنهم سابقا اللي هو عندهم اللي هو مونوفوسفات كاينيز اند اللي هي دايفوسفات كاينيز. تمام، يلي بيحول لي الجي ام بي للجي دي بي عن طريق اللي هو المونوفوسفات كاينيز. تمام، والاي ام بي للاي دي بي برضه عن طريق المونوفوسفات كاينيز. تمام، اذا انا في عندي في حاله النيوكليوتايد بتتحول فيما بينها اللي هي جي ام بي بتحول لجي دي بي والجي دي بي بتحول لجي تي بي وهكذا، اللي هي بكون في عندهم كلهم في عندهم كاينيز، بينما في عندي في النيوكليوسايد بس الوحيد اللي هو الادينوسين بكون في عنده كاينيز اللي بيحوله للاي ام بي ادينوسين مونوفوسفات. تمام، هلا بحكي لي هون هذا عباره عن خريطه او مخطط ببين لي النيوكليوتايد ميتابوليزم، كمراجعه اقراوه واستفيدوا منه. وهيك بنكون خلصنا البروتينات كامل. يعطيكم الف عافيه، بس في عندي ملاحظه انه بكل شابتر بيخلصوا الدكتور بكون بحكي لكم اصلا ارجعوا على الكتاب. بعد كل شابتر بكون في عندكم ملخص مثل هيك وبكون في عندكم كلام تحتيه اقراوه، كتير مفيد لكم عشان تربطوا المعلومات وكمراجعه لكم. وتحت الملخص بكون في الكتاب في عندكم جو اسمه أسئلة اختبروا حالكم فيها وكتير ممتازة وبيجي على نمطها بالنسبة لدكتور نايف، كتير بحب هاي الأسئلة. وهيك منكون خلصنا كل إشي، يعطيكم ألف عافية.